نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا ويا حياكم الله. أجمل التحايا والترحيب من فريق برنامج قضايا الساعة، نطل عليكم في كل أسبوع في قضية جديدة وفي ظاهرة جديدة نسلط الضوء عليها ونحاول يعني نتطرق لها من أكثر من جانب، خصوصا في كل ما يهم مجتمعنا، حتى أن نكون قراب منكم، قراب من قضاياكم. اليوم عندنا ظاهرة جديدة ويمكن في ناس تعتبرها هبة. اليوم نتكلم عن الابتسامة، بالتحديد ابتسامة هوليوود اللي انتشرت انتشار كبير يعني في الفترة الأخيرة، من الناس من يعتبرها هو جزء جمالي من الجسم، وأيضا في الناس من يعتبرها أنه يعني جزء من الفاشن ومن الشكل المتناسق الجميل. أيضا في ناس قامت تعتبرها هبة، وايد من الناس كانوا يعني يظنون أنها كذبة في البداية، وبعدها لا، الناس يعني بعض الدكاترة والمختصين قالوا أنها لا، جزء من الشكل الجميل المتناسق. إذا تكلمنا عن الابتسامة، ابتسامتك مهمة وابتسامتك أيضا مهمة أختي المشاهدة. لذلك بين الفترة والأخرى الإنسان يراجع نفسه، ابتسامتك للفقير والضعيف والغني والكبير والصغير جزء مهم من حياتك، ابتسم، فربما ابتسامتك راح تسعد الآخرين وراح تداوي مريض شفته بالصدفة وابتسمت له ابتسامة جميلة. خلونا نشوف هذا التقرير وسر ابتسامة هوليوود. الابتسامة هي جواز سفرك لدخول قلوب الناس، فهي تجذبنا إلى شخص وتبعدنا عن شخص آخر، وهي البلسم للغضب والمخرج من الكثير من المواقف التي نتعرض لها، وهي كالسحر على نفوس الغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فمن هذا الحديث نتبين أن للابتسامة أهمية تنمو عن الصفاء وتريح النفس وتبهجها. وفي الآونة الأخيرة انتشرت ابتسامة مثل أطلق عليها ابتسامة هوليوود، تلك الابتسامة التي تلفت انتباه الجميع بتناسق الأسنان وخلوها من العيوب، حيث تكون عادة مرصوصة بشكل ولون موحد، والسبب في ذلك بسيط، هي القشور الخزفية والتي تكون السبب الرئيس في جمال هذه الابتسامة. القشور الخزفية عبارة عن طبقة رقيقة جدا من البورسلان الخاص تلصق على السطح الخارجي للأسنان الأمامية لتعديل لونها وشكلها وحجمها أو طولها، وهي تغطي سطحا واحدا أو سطحين من السن فقط. وقد بدأ التفكير في مثل هذه الوجوه التجميلية في النصف الأول من القرن العشرين، حيث استخدم الفنيون في هوليوود طبقة رقيقة من الإكريل لتغطية أسنان الممثلين عند التصوير. وفيما بعد طورت المواد المستخدمة لعمل الوجوه التجميلية بشكل كبير، إلى أن وصلت إلى الشكل واللون والصفات الممتازة المتوافرة في أيامنا هذه. والإنسان بطبيعته يحب الجمال ويسعى للحب الحصول عليه، فجميعنا نسعى للحصول على ابتسامة مشرقة، فهي تعتبر إشراقة تميز صاحبها وأقصر طريق إلى قلوب الآخرين. حياكم الله مشاهدينا، وفعلا الابتسامة هي سر من أسرار الحياة اللي تجعل الإنسان دائما يعني تنفتح له كل الأبواب المغلقة. سمايل هوليوود او ابتسامة هوليوود مثل ما يسمونها، وايد من الناس يتخيلها هو طب او دواء، تروح الصيدلية الدكتور يصرف لك اياها وبسهولة تستخدم هذا الدواء وتيك تكون عندك ابتسامة جميلة متناسقة، او مثل ما نسميها ابتسامة هوليوود. لا، مو بهالطريقة، لها طريقة محددة، لذلك تحتاج متابعة واجراءات وفحوصات معينة مع الدكتور حتى انك تصل لاجمل ابتسامة تتواجه فيها الناس، لان فعلا ابتسامتك مهمة بالنسبة لنا. خلونا نشوف هذه الفقرة وراجع لكم مرة ثانية. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما تشوفون يعني أجواء وزيارة لعيادة الأسنان، ومعانا دكتور أسامة تلاوي، دكتور في جراحة وتجميل الأسنان. حياك الله يا دكتور. حياك الله وسهلا. احنا نشكرك على استضافتنا اليوم يمكن في العيادة، وناخذ معاك ونعطي عن موضوعنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا. أنا ودي دكتور نبدأ كبداية بسيطة، شنو علاقة الأسنان بالابتسامة؟ يعني يا أخي في واحد يبتسم تحس يا أخي نظارة وجهه، خدودة، عيونه، الشفايف عنده، يعني تحس إنه تقسيمة وجهه نظارة، إيه يعني تحس إنه شكله ما شاء الله جميل، يعني شكله متناسق، تحس إنه وجهه مع الابتسامة جميل جدا، بس ليش الناس تركز حيل على الأسنان في ابتسامتها؟ العلم الحديث أو الحين في الزمن الحديث اللي إحنا عايشينه، أصبحت الابتسامة الأسنان هي أكثر شغلة ظاهرة حق أي شخص قاعد يطالع شخص آخر.
ما عدنا نطالع شكل الأنف أو شكل العين أو لون العيون، ما عادت ذاك الأهمية مثل ابتسامة الشخص. فأصبح يطلق عليها كابتسامة هوليود بالنسبة لمدينة هوليود اللي مشهورة بالنجوم والمشاهير. فعندهم العامل الأساسي اللي هو الجمال، الجمال الركيزة الأساسية عندهم في مدينة هوليود. وكأسنان أصبحت هي العامل الأساسي من ناحية الجمالية، فأصبحوا يهتموا بأسنانهم إنها كابتسامة جميلة. فابتسامة هوليود يعني الابتسامة الجميلة، فعشان كذي صار التركيز عليها. التركيز على الأسنان. إنزين دكتور، أنا بابتسامة هوليود، ابتسامة هوليود بالتحديد واللي تفضلت فيه قبل شوي سمايل هوليوود، واللي انتشرت انتشار كبير، تفتش الجرايد الإعلانية تلقى سمايل هوليوود، ابتسامة هوليوود. طبعا يحطوا لك صفة أسنان حلوة ومرتبة ومقسمة ولونها أبيض يلمع ما شاء الله. في ناس تحس إنه يعني شويتي الأبيض اللماع هذا مثل الأيس، كأنك ملمع عندك ثلج أو ملمع الرخام عندك بالبيت، تحس إنه تلمع تلمع يعني زيادة عن اللزوم، تحس إنها لماعية الأسنان. ابتسامة هوليوود هل هي حقيقة ولا في ناس يقول لك هي كذبة إعلانية دعائية من أجل جلب الأموال؟ أكيد طبعاً هي الحين حقيقة واقعة. ابتسامة هوليوود ما عادت يعني ما عادت حلم حق أي شخص، أصبحت متاحة حق الكل، وفي أساليب مختلفة كابتسامة هوليوود ممكن نحصل عليها. فابتسامة هوليوود حالياً متوفرة في أي عيادة أسنان، أي طبيب متمرس بالطب تجميل الأسنان يستطيع عملها في عيادته. أصبحت تأخذ وقت زمني أقصر من الأول، وأنت تحدد اللون كمريض وكطبيب، أنا أحدد اللون اللي يناسب شكل ولون بشرتك والمنظر الخارجي حقك. مو أي واحد يتناسب اللون الفاتح، اللون الثلجي، اللون الأبيض، ما تناسب أي شخص. ممكن الأسنان هذه الألوان تناسب حق الفنانين المشاهير اللي يشتغلون اللي هم خلف الكاميرا وليس في الحياة الطبيعية. أنا كطبيب أسنان ممكن لا أحمل هذا اللون الثلجي حق الأشخاص العاديين، الأشخاص حياتهم طبيعية وعادية، ممكن يختار لون أخف شوية، مو شرط اللون الهوليوود، اللون الأبيض مثل الماسي، اللون الناصع. هذا حق الفنانين أوكي ممكن يضبط بالتلفزيون يعطي شكل حلو، لكن على الطبيعة ما أعتقد أنه يناسب، خاصة المكان الجغرافي اللي احنا عايشين فيه في الوطن العربي. لون البشرة السمراء بتاعتنا لا تناسبها هذا اللون الفاقع. انزين دكتور، هذا في ناس تطلع معاه يكسر عينك يعني من كثر ما ابتسامته تحس انه تلمع اللون. يعني اللون هذا قاعد اقول لك، يعني ممكن انا اتقبل هذا الشيء خلف التلفزيون، خلف شاشات التلفزيون هذا اللون، لكن ممكن ما اتقبله على الواقع. فدائما نختار اللون المناسب حق لون البشرة، حق لون الشخص، يعني يكون اقل بياضا، يعني ما يكون ناصع وايد. زين دكتور، شلون اعرف الطريقه او الابتسامه الامثل لي انا؟ يعني مثل ما قلت انت اركب لون الاسنان والابتسامه مع لون البشره، امنا بالله كلام جميل، لكن شلون يعني اعرف ان الانسان هذا الابتسامه هذه تركب له، لا الانسان الثاني تحس انه لا كلون او لا مو كشكل الابتسامه مش كلون. طبعا كشكل الابتسامه في هناك معايير عديده احنا كاطباء اسنان نتخذها لما نحدد الابتسامه. في البدايه في بعد الفحص الاولي حق المريض نعمل خطه متكامله حق بنحدد تحليل لابتسامه الشخص هذا، كتباعد الاسنان، كتباينها عن بعض، كازدحام الاسنان، ناخذ بعين الاعتبار لون الاسنان، تباين لون الاسنان مو لون واحد عنده. هذا كله بنحللها ابتسامة الشخص ونحط خطة شاملة حق العلاج. أكثر حد ممكن نصل إليه إلى خطة كاملة متكاملة حتى يحصل الشخص على ابتسامة جميلة ومتناسقة. ففي البداية بنحلل ابتسامتك، هل هي ابتسامتك، هل ابتسامتك تبين أسنان فقط أم ابتسامتك تبين أسنان ولثة، هل ابتسامتك متناسقة بترتيب الأسنان، بوجود جميع الأسنان، عدم وجود تسوس، عدم وجود أي بروز للفكين. فعدة معايير نتخذها في أطباء أسنان بتحليل الابتسامة في البداية، نحلل ابتسامتك حتى نحصل على ابتسامة جميلة تناسب. كلامك جميل دكتور، أنت قاعد توصل رسالة للمشاهدين يمكن
ان تحط خطه علاجيه للمريض او للمراجع يعني علاج الاسنان وتجميل الاسنان انه يصل لمرحله محدده. لكن انا سؤالي يقول شنو، هل اقدر اوصل للابتسامه المثاليه بشكل طبيعي وبدون اي جراحات تجميليه؟ حاليا يعني ممكن في اللي هو ممكن نلجأ الى الحشوات التجميليه اذا ان المريض مو حابب عمليات تجميليه. يعني عمليات تجميليه احنا نقصد فيها انه احنا في اللي هي القشره، في تركيبات المختلفه، اللومينيرز، الزيركونيوم، هذه هي العمليات التجميليه احنا نقصدها. اما اذا المريض لا ما يبتدي هيك موضوع يعني هيك تركيبات او هيك اساليب جراحيه، فممكن يلجأ الى الحشوات التجميليه اللي هي تقريبا مقاربه الى لون الاسنان بشكل ما. ولكن هذه الحشوات التجميليه ما بتعطي تبديل للون معين، يعني ممكن المريض محتاج لون افتح فلن تحقق هذه الرغبه، هي ممكن انها توصل الى اللون الطبيعي حق لون اسنانه وليس لون افتح. حلو. زين دكتور، والتبييض؟ يعني وايد من المرضى او وايد من الناس تسمعه يقول انا الجأ للتبييض، وخاصه اللي على اسنان الجير الاصفر يقول انا الجأ للتبييض حتى اني ارجع اللون الاساسي للاسنان، هل هذا صحيح؟ ليس كل ما ترغب فيه تحصل عليه، انا ارغب وانت ترغب، لكن في هناك كمان اسس للتبييض، ليس لكل شخص ممكن او كل مريض ممكن ان نحصل على نتيجه جيده او ايجابيه مع التبييض. في اشخاص نحصل معهم على نتيجه ايجابيه، في اشخاص لا، فهذا يبين معنا عند الفحص. الاصفرار الاسنان فيها اصفرار اللي هو الداخلي ممكن انه يكون، وفي اصفرار اللي هو مع تقدم العمر مع العادات مثل التدخين والمشروبات وشرب المشروبات الغازيه والقهوه والشاي، هذه كلها تؤثر على لون الاسنان. فالتبييض طبعا تختلف من شخص لاخر، وممكن انها تفيد في بعض الاحيان وبعض الاحيان لا تفيد. معناتها النتيجة ما هي مضمونة في النتيجة مضمونة حق الناس المدخنة. بالنسبة لي يعني كطبيب لا أنصح المدخنين اللجوء لعملية تبييض بالليزر، أنا لن تدوم أكثر من شهر ما حدود. إنزين دكتور، ابتسامة هوليوود هل في إقبال شديد من الناس والمرضى عليكم كعيادات؟ تحس إن الرقم كل ما أكثر من التبييض، وايد أكثر من التبييض، ما عاد هناك. اول كان ممكن التبييض كان هو الموضة في ذاك الوقت، بس الحين لا، ابتسامة هوليوود يعني صار لها الحيز الاكبر في حياتنا اليومية. انزين ذكرتني في شغلة مهمة، الحين التقويم اللي يحطونه للاسنان. قبل كان التقويم هو علاجي ان الاسنان عوية او عندها سن طالع او الاسنان مثلا شكلها ما هو متناسق، فيحط التقويم عشان يرتب شكل اسنانه. هل التقويم اليوم ما زال علاجي ولا ننتقل؟ انا اشوف التقويم صار الوان وصار اشكال، وفي ناس يحطها يعني ويصور فيه كزينة. يعني ايه كزينه، هل ما زال هو يعني طريقه علاجيه ولا ان اليوم صار شيء تجميلي ومثل ما قلت شكل؟ هلا ما عاد انه في طب الاسنان ما في شيء اسمه بس علاج وظيفي او علاج تجميلي. يعني اي طبيب اسنان خلال معالجاته السنيه لازم ياخذ بعين الاعتبار العنصرين مع بعض، العنصر العلاجي والعنصر الجمالي. لا غنى عن العنصر الجمالي بدون العنصر الوظيفي، ولا غنى عن العنصر الوظيفي دون العنصر الجمالي. فأي طبيب لازم يكون ماخذ بعين الاعتبار، أي طبيب بعين الاعتبار العنصرين معا، اللي هو العنصر الوظيفي والعنصر الجمالي. لما آخذ العنصرين مع بعض هيك ممكن أحصل على نتيجة مثالية. يعني صعب إنك تفرق بين العنصر الوظيفي عن العنصر الجمالي، أو إنك تفرق العنصر الجمالي عن العنصر الوظيفي، كلاهما ماشيين بخط واحد. زين دكتور أسامة، شنو نصيحتك لمشاهدينا ومشاهدين برنامج قضايا الساعة حتى أن يحافظون على ابتسامتهم الجميلة الطبيعية المتناسقة ويحافظون عليها يعني أطول عمر ممكن بالنسبة للإنسان؟ طبعا أكيد أهم نصيحة اللي هي الزيارة الدورية حق طبيب الأسنان، هذه أهم نصيحة، أن عدم الإهمال والزيارة الدورية حق طبيب الأسنان. إنزين والعادات اليومية، هل في عادات تحس أن لازم يبتعدون عنها مثلا دكتور؟ طبعا الغذاء المتكامل هذه اهم نصيحه، الابتعاد عن الوجبات السريعه، عدم تناول الفاكهه، عدم تناول الخضروات، عدم الاعتناء بالاسنان كفرشاه ومعجون، هذه من العادات اللي نتمنى انهم يطبقوها.
الله يعطيك العافية دكتور. الله مشكور يا دكتور، الشكر والتقدير للدكتور أسامة التلاوي دكتور جراحة وتجميل الأسنان، وسمعنا معاه عن ابتسامة هوليوود والتبييض والتقويم وكل الأمور اللي متداولة اليوم في تجميل الأسنان والوصول للابتسامة المثالية. خلكم معنا واستكمال فقرات برنامجكم قضايا الساعة. عودة معاكم مشاهدينا، وفعلا حلقة اليوم تبث السعادة والابتسامة في نفس كل إنسان فينا، لكن الناس لهم رأي. كان لنا استطلاع خذينا فيه آراء الناس عن موضوع اليوم وسر ابتسامة هوليوود، وبالذات من الناس اللي أيد قال لا أحتاج أني أسوي بعض التصليحات بعض التعديلات التجميل في أسناني حتى أنها تكون ابتسامتي جميلة، وفي ناس قال لا كل شيء من الله سبحانه وتعالى وطبيعي، لا أنا أشوف أنه زين وأوكي. خلونا نشوف آراء الناس ونرجع لكم مرة ثانية. ابتسامة هوليوود مزيفة لأنها ما تعبر لأنها أول شيء اصطناعية مصطنعة وما ما تعبر عن حقيقة الإنسان. أكيد الابتسامة ضرورية وبتنعكس على شخصية على شخصية الإنسان. ابتسامة شيء أساسي طبعا، دائما الإنسان لازم يكون مبتسم طبعا، مبتسم بالحياة. الابتسامة معروفة يعني هي صدقة طبعا، شيء حلو الإنسان يكون دائما يكون مبتسم يضحك تغشمر. وبالعكس يعني أنا أيد الشخص المبتسم، ما أيد الشخص اللي مثلا يكون دائما متضايق دائما حاسب ضيقة متعكر المزاج. يعني ابتسامة وجه أخيك صدقة، لازم تبتسم عشان الناس تصير مستانسين. لما يدش عليك واحد منفس أو شيء تحس إن نفسيتك مضايقة وياه، بس لما تبتسم وياه يحس إنه مستانس وسعيد بالحياة نفسك. نعم أعتقد إن الابتسامة فعلا ضرورية والجميع يحتاجها، وهي لا شك أنها تنعكس أيضا على سلوك الإنسان وعلى شخصيته أمام الآخرين. أي أعتقد إن الابتسامة كتير مهمة، بتبين طبيعة الإنسان كيف بيفكر كيف بيتصرف من وراء ابتسامته. ما أيدها إذا الإنسان كانت دروسه زينة يعني ابتسامته زينة. والله بزمن كله نزاعات ومشاكل وحروب أكيد الابتسامة ضرورية طبعا، والإنسان المبتسم أكيد بيعطي انطباع للغير إنه هو متفائل وإن الحياة فيها بعض الأمل. يعني أكيد الابتسامة تعكس الشخصية، والابتسامة هي أحلى شيء ممكن يسوي البني آدم، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فالابتسامة أكيد تعكس شخصية البني آدم وهي ضرورية جدا لتعاملنا مع الناس اللي قبالنا. أكيد الابتسامة ضرورية، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وصى بالابتسامة، والابتسامة ابتسام بوجه أخيك صدقة، فالابتسامة لازم يعني الابتسامة أنت لازم تبتسم دائم لأي واحد تشوفه طبعا. أكيد الابتسامة الشخص اللي يعني الشخص حتى في مجال عمله إذا ما يبتسم وجايك مراجع هني تلقى المراجع هو أساسا يرتاح، حتى لو معاملته ما تمشي تقوله ما تمشي يمشي هو مبسوط. طبعا أكيد الابتسامة ضرورية والابتسامة صدقة في وجه أخيك، وتعكس طبعا على شخصية الإنسان وعلى البيئة المحيطة فيه. الابتسامة طبعا تخلق جو لطيف للبيئة اللي حواليه إذا كان بالعمل أو داخل الأسرة، والابتسامة يعني جميلة حتى للإنسان شخصيته تظهر على وجهه، طبعا الابتسامة تكون جميلة بجميع الأحوال. حياكم الله مشاهدينا، وفعلا الابتسامة هي سر من أسرار السعادة وتزيد من عمر الإنسان وتحافظ على حيويته وشبابه، لذلك الإنسان دائما يبتسم لكل إنسان تشوفه في حياتك، ابتسم حتى أنك تكون سعيد في حياتك. أنا معلومة جميلة جدا سمعتها، شلون الإنسان الضرير أو الأعمى يبتسم مع أنه في حياته ما شاف إنسان يعني يبتسم، ومع هذا تلقاه دائما إذا صار معه موقف جميل يبتسم. هذا يدل على أن الابتسامة هو أمر فطري بفطرة الإنسان، وأيضا ما يحتاج أن يتعلم هذا الأمر، الابتسامة هو جزء من حياة الإنسان. خلونا نشوف أثر الابتسامة على الإنسان مع الاختصاصي النفسي الدكتور نايف المطوع، ونرجع لكم مرة ثانية. حياكم الله أخواننا المشاهدين والمشاهدات وبرنامج قضايا الساعة، موضوعنا اليوم عن الابتسامة، واليوم احنا في تصوير خارجي مع الدكتور نايف المطوع، نقول حياك الله، استشاري نفساني وأيضا أستاذ في كلية الطب في جامعة الكويت. حياك الله يا دكتور. الله حيكم، مشكورين على الضيافة الزيارة. دكتور يعني عادة الابتسامة مهمة من جميع النواحي، يعني أنا في كلمة جميلة مرت علي في يوم من الأيام تقول أن القلب لا يمكن أن يعانق القلب، ولكن يتوسلان بذلك بابتسامة تعقبها ابتسامة ونظرة تعقبها نظرة.
شنو أهمية الابتسامة بالنسبة للإنسان العادي؟ أولا كلام وايد حلو هذا. شوف الابتسامة مثل نوع تواصل، يعني نفكر أن إحنا لما نتواصل بحركة وجهنا سواء ابتسامة أو كشرة أو معصبين، يعني هاي اللغة جميع بني آدم فاهمينها. إذا شافوك تضحك يبون يعرفون ليش، يبون تشاركهم الضحك، وإذا شافوك معصب ولا مضايق يبون يخرون عنك، فهي نوع من التواصل. فالابتسامة يعني هي رسالة أن في شيء قاعد يفرح فيجذب الناس إليك لأنهم بعد يبون يفرحون معك. زين دكتور، وايد من الناس يقول ان الابتسامه او الابتسامات لها انواع، اللي يسمونها الابتسامه الصفراء، ابتسامه المجامله، وابتسامه المضغوط زياده عن اللزوم قاعد يحاول يفرغ عن طريق ابتسامه فيها مجامله فيها ضغوط اجتماعيه. شنو انواع الابتسامات وهل الابتسامات هذه حقيقيه؟ والله شوف انا ماني مختص بانواع الابتسامات، ما ادري، بس انه طبعا هو كلها يعني تعابير وهي بالنهايه، يعني سميناها ابتسامه وسميناها غير الابتسامه، هي بالنهايه توصل معلومه. يعني واحد يعرف اذا الشخص والله مستانس ضحكته تبين، اذا واحد قاعد جامل هم تبين، فهي نوع من الرسائل. يعني احنا الحين طبعا احنا كبني ادم متمكنين وعندنا لغات ما شاء الله كثيره، بس كان في وقت اللغات ما كانت موجوده، فكان لابد نتواصل ان نبين معلومه للشخص قدامنا بطريقه راح يفهمها. فبغياب اللغة ما بقى عندنا غير تعابير وجهنا، يعني جميع العالم عنده هالتعابير. الابتسامة لها شيء معناها شيء معين، والضروس طالعة واحد معصب لها معنى معين، وهي طريقة تراسل. زين دكتور، تأثير الابتسامة، يعني في ناس يقول لك أنا ممكن أكلمك بأسلوب مع ابتسامة لطيفة يتقبلها بشكل رحب وتحس أنك يعني مستوعب المعلومة، وفي ناس لا يكلمك كنا قاعد يتأمر، كنا يعني قاعد منرفز وهو يكلمك. هل الابتسامة تفرق من أسلوب إلى أسلوب آخر؟ ابتسم أنت الحين، ابتسم. فرق معك شعور داخلك؟ طبعا. إيه. شوف أكو ثلاث نظريات لعلاقة بالعواطف. أحد نظريات اسمها الفيشل فيدباك هايبوثيسز، أو ردة الفعل الوجه بالنسبة للتعبير. فشي يقولك هالنظرية؟ يقولك أنت تبتسم فتستانس، أنت تكشر فتتضايق، فكلها مربوطة ببعض. فلا بد الواحد إذا ابتسم هالشيء راح يكون رد فعلية بالنسبة لجسمه أنه هو مستانس أكثر، ولما يكون مستانس أكثر بذاك الوقت راح يقدر يفكر بطريقة وايد أشرح من لما يكون يعصب. لأن واحد ما يعصب طريقة فكرة وايد تكون متخلقصة، ماكو مجال واحد يفكر بطريقة واسعة. احنا زرنا دكتور استشاري في تركيب وتجميل الأسنان، وهني يجرني لسؤال مهم، شنو التأثير النفسي أو النفساني لأسنان الإنسان أثناء الابتسامة؟ يعني في واحد يبتسم تحس ما شاء الله سيراميك صفة ما شاء الله، ابتسامته حلوة ولطيفة وتحس إنه يعني شرح، مع إنه يعني الابتسامة ما هي فقط أسنان، أعتقد فيها تعابير وجه، فيها خشم، فيها عيون، فيها نظارة وجه، فيها وايد أمور. شنو أهمية الأسنان بابتسامة الإنسان من الناحية النفسية؟ هو شوف الأهمية راح تكون معتمدة على الشخص والأهمية اللي هو معطيه للموضوع، فهم علي؟ يعني إذا أنا كشخص أعتقد إن أسنان أهم شيء، وإذا غيرت أسناني بهالطريقة فإذا راح أبتسم أكثر، فأنا حلت مشاكل لها علاقة بتعابير وجهي. بس أنا شخص أعتقد غير هذا، إنه والله مو فارق مع دروسي، فما راح يفرق. يعني هو أي شيء أنت تعتقد فيه راح يقدر يساعدك. فهي هاي الفكرة، يعني اللي غير أسنانه، وإذا غير أسنانه قدر يبتسم أكثر، وابتسم أكثر قدر يجذب ناس أكثر إليه، فهذا راح تفيده. بس إذا أنا ما أعتقد إنه والله الابتسامة راح تجر أحد عندي، ممكن غير أسناني وقاعد أكشر بيه الناس وما راح يفرق. مشاهدينا، كانت هذه حلقة اليوم بكل ما احتوت من تقارير وفقرات واستطلاع وآراء للناس. فالابتسامة هي أحد لغات الجسد المؤثرة. إذا أردت أن تصبح إنسان مؤثر في حياتك لازم يكون عندك لغة الجسد، أو مثل ما يسمونها البادي لانجوج، مؤثر وجميل وسلس. فإذا اجتمعت سماحة الابتسامة، سماحة الوجه مع سماحة النفس، راح تكون إنسان مؤثر بإذن الله عز وجل. لذلك ديننا الحنيف جعل الابتسامة عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فخل نحرص على الابتسامة دائما للفقير والصغير والضعيف والكبير، حتى أن نكون سعداء في حياتنا. ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وبرنامجكم قضايا الساعة. مع السلامة.